السلام عليكم حبيبنا صاحبنا معك وشاف عيسى صغير. بون اليوم انا نفيق صمت هنا حد برا البلفي هيا دخلت لابليكاسيون هادي جديده وهادي اجونس جديده عيطوا لها ياسير كيما راكم تشوفوا هاي لابليكاسيون دونك نديرو طاريف انا رايح البلفي حاب نروح البلفي دونك كتبت بلفي طاريف 2000 ستادير حاجه قليله نورمال دونك ندوموندي لو شوفير باش يجينا دوموند لو شوفير بون كيما قلنا دوموندينا لو شوفير راه عيطنا سير بلاص نهضرو معاه السلام عليكم مرحبا بك حبيبي ربي يخليك دونك انا هاد لابليكاسيون تيلي شارجيتها في التليفون عجبتني عيطت لكم جبت معايا كاميرامان حبينا نشوفوكم حبينا نشوفو الاوضاع كيما نقولوها في هذه شركة ياسير اسكو هاي مساعدتكم اسكو تحكي لنا عليها كيفاش كانت البدايه تاعك معاهم كيفاش كانت كيما نقولوا حنايا ماذا بينا نسمعوا من عندك بون نسمعوا من عنده باسكو هو يزيد يضحكوا بون السلام عليكم خاوتي هاد لابليكاسيون ياسير صبصا في الفيسبوك ديجا راني مونبر فيها دوبوي 7 شهور الله يبارك هادي اي واحد يقدر يديرها طبيب افوكا ومع اي واحد يقدر يدير لابليكاسيون هادي كيما انا ايسيديون مين نكمل تسمى لي زيزي تاعي ايا نوكسي في لابليكاسيون و جي تخوف لي دي كورس و نو بون هاد شركة ياسير هذه ماهيش هكذاك برك تقدر تقدم البيرو تاعها وراهي سيكوريزي وبكونترايت هذا ما كان خو الحمد لله كيما راكم تشوفوا دونك انا راني رايح من 5 جوي رايح البلجي يعطيك الوقت قداه يعطيك لو بخي قداه بون حبيبي ميرسي السلام عليكم حبابنا كيما شفتو كيما ريزو هاد لابليكاسيون سي لا بروميير فوا في كونستانتين داروها الناس الجزائريين داروها الشباب الجزائريين نشجعوهم ان شاء الله يا ربي كيما نقولوها يكون معاهم ونشجع هادو الحوايج اللي ملاح للبلاد هادو زياده في البلاد بون هادي شركة ياسير البيرو تاعها راهو في كونستانتين و اكزاكتومون في 5 جويي مرحبا بكم ان شاء الله يا ربي انا والله هي عجبتني وصار سمع من قلبي ونتمنى للشعب كامل الجزائري يتعامل مع هذه الشركه ومن عند فيصل الصغير شركه ياسير